عقد حزب الوسط الإسلامي ندوة بعنوان كنائس في مواجهة الاحتلال، شارك فيها السيد ديمتري ديلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي في القدس، والعين الدكتور منذر حدادين، وأدار الحوار الدكتور مصطفى العماوي بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب والشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية والإعلام ورجال الدين المسيحي. ودار حوار موسع حول الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة المسيحية في القدس بمواجهة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتهويد مدينة القدس والتضييق على أهلها وعلى مساجدها وكنائسها بفرض ضرائب وجباية للأموال من أكثر من 130 مؤسسة متعددة النشاطات، وكذلك على العقارات التي تملكها هذه الكنائس. الاحتلال نفسها باتفاق وادي عربة، حيث أن ذكر فيها بأن للأردن مكانة خاصة، وطبعا هذه المكان نتحدث عنها هي الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بهي القدس. هلا في 24/1/2006 نفس الوزير ببعث رسالة إلى جمعية عتيرة كهانيم الاستيطانية لطمأنتها على أن حكومة الاحتلال ما زالت متمسكة بالمعزول إيرينيوس وأنها لن تقبل الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس. طبعا هذا تحدي ليس فقط للاستقلالية الدينية، هناك قرار من المجمع المقدس بانتخاب بطريرك، وحينما يتم الانتخاب هذا الأمر منتهي، ودولة مارقة كدولة الاحتلال ليس لديها أي شرعية في القدس، حاولت التأثير وكسر هذه القوانين الكنسية التي القائمة منذ قرون ما قبل حتى نشوء الفكر الصهيوني. طبعا بعد خرج البطريرك في جولة دولية كانت هي بمثابة إعلان الحرب على الساحة الدولية ضد الاحتلال. وقد دار حوار واسع بين المحاضرين والحضور الذي أبدوا تأييدهم وإعجابهم بهذا الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة، وهو جزء من دورها وواجبها الوطني بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني وبالتعاضد مع كل الشعوب العربية التي تؤازر الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة للحصول على الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.